امي ها معون عشاء البارح ها صح الولدي برا خليهم في الكوجين حوته حوته خبزه خبزه وقرن غزير يا بابا حق امي قعدت الصحفط على الكريمه تاع البارح ما نجمش نكملها اش فيها بنينه وخفيفه غلبتك لا وري خذيت شويه مقروض من الاسواق بشمت بقي تتبع في ماكله الشارع قلت لي راني عملت لك مقروض في الدار سليمان ما عادش تصبح على امك سامحني امي صباح الخير والله نسيت سيدي خويا اخي ما ردنيش انا ما تقوليش بيك داخل بعضك ضيعت حاجه انت لا انت هدره فارغه فلوس اي امي ضيعت بياسه ب 5000 بعد لا تحكي فيها 5000 نلقاها في دقيقه اما اسمع سيدي خويا راه نقسموها راه برا شد بوقتك برا برا ناقصك انا توا قلت لك عاوني عليه سليمان خوك يحب يعاونك تبخسوا أمي هي أسمع أنا قبيلة نحشم في لحيتي في بيت البان لفت لصبعي ما لقيتش خوصة العرس قلت له ربما ضيعت أنا في الصالة ماني سهرانة البارح صار هذه هي الحكاية مالكش خليتها في بيتك زعما نشدت شي مرتك ما نشدتهاش فك عليا تقول لك هذايا ضيع الخوصة بالعاني باش ما عادش يحطها ما سخايلكش تخاف منها لهالدرجة أنا مش خاف منها يا أمي أما المشاكل الزايدة الوين بيبي برا اغسل وجهك وتوا نكمل نخمل الصالة هنا كان تحت هوني تو نلقاها يفضلك يا أمي وأنا تو نستناها تخرج من البيت ولا وجهها غادي أمي شكالي وش وجهك يشكي مني كالعادة لا حاجة بيني وبين بعد انا خطيني خطيك هاي الحمد لله شاب يا اخي وين مشيت مره عطو مش بشي خلصنا مش بشي سلكنا صباح الخير صباح الخير من الليلة تعدت لي البارح كنت تعرفوا شو حلمت ان شاء الله خير حلمت بروحي ماشيه للبولينج نهار السبت العشية بحواجي القدم ولطف على بنت خويا وكي قلت لكم مشيو لي بونتاكور ومريو البيزو بيزو كي كستو بيزو بيزو وش هي هذه تنوع نوع نتاع قماش ياسر دي مودي اما لا نعلمك هازبين اللي البيزو بيزو رجعت طالع ياسر اي سورتو مع بونتاكور وبوت نتاع كيتاسيون انا هازبينه اسمع مش تعلمت شويه انجلي في المكتب باش تولي تسبني هازبين معناها انتيكا بابورك زفر ماما تسمع فيها فاش تقول لي نسمع فيها وماني فاهمه حتى شيء صباح الخير صباح الخير تون تصرف اذا كان مفضل الغبره الكل وانت مازلت كح تون جيب لك سيرول بيرويك يكح من وقت تكح اذا عندك ال قبيله كي جا للصاله ولا يكح هذاك علاش انا باش نفضلها غبرتها بسم الله بسم الله عندك الحساسيه ولا كيف ربي يسترك خدمت هذاك اللي ناقصني انا جيب السروال تفتق مش مشكل تو نخيطو من بعد كنتي فاش قام حاط يدك في مكتوبك صبحت لي كي القرسانه شويه هكا وكاو عيط لي هيك جنيت نانا هاو عام السيدق جاك يشكي يتفضل ادخل جبك من الباب لا لا عش بنتي مزروب مزروب انت ريتي وفاضي شغل اش عندك ما مزربك يا بابا
يا الاداري ولا تعطعت بريحة الغاز. يا تلقاك عندك فويت وهذا فيه شك يلا. إذاش قاعد تستنى بابا؟ تحب البلاص يا رحلة؟ يلا امشي اجري لست اكلمهم. انت مولاة الدار وانت يلزمك تكلم ستك. طوى وقته انا ولا انت كيف كيف الغاز ما تلعبش بيه. ماني ما نشمش نشيلهم، عيطت لهم برشا مرات وديما نفس الحكايه، شيء ما يلقاوش الفويت. ساره تطلعش تهلوس والمره هذه تحبني انا نقعد الحشمه معاهم. منين الهلوس؟ عندنا ثلاث ايام لقيت حكلاه وقيده ولا بريكيه في الدار. اطلع معايا وثبت بنفسك، وكان ما شميت شيء طاح الكف على ظلم. بيه يا سيدي طوى نطلع معاك، فرصه باش نشوف البرتمان. يا من وراني عاد كيفاش ولا؟ يا لا باللي باش يولي، ما يوليش اتعس من الحاله اللي لقيته فيها. دي المفيد دي المفيد، هيا نمشي. عزه يا عزه هاني واصله مع عمك الصادق الشوكيع وهاني راجعه. صباح الخير يا زيزو. شنية هذه زيدة؟ يا طفل قلت لك من هيك العام كي انت ما تعرفش تتربش بيا مش لازم في كل مره تقلب لي اسمي. وزيد زيزو هذه مش عاجبتني. سعد البارح تفرج في التلفزه على مشكوره في فرنسا المعلق من اللي بدا الماتش اللي فاو يتربش بجواري عيط له يا زيزو. اولا انا مانيش جوار نتاع كوره، ثانيا زيزو هذه اسم زين الدين زيدان الثاني. تبارك الله عليك يا زيزو، قداش تفهم في الكوره؟ نفهم نفهم في الكور الكل الا الكوره اللي فوق كتافك هذه. صباح خير. صباح خير يا اخي، كيف بويلي؟ يظهر لي دخلت تحضر لك في قهوتك دكتور. قهوة شكون؟ قهوتك دكتور. والله وقيت بالحق. قلت لي وقتاش عندك موعد انت؟ الكاتبه نتاعك قالت لي باش نجي 9. اسمي حسن حسني. اي وي وي ستة حسن حسني 9 مرحبا بيك. احكي لي انت شكون عندك بالضبط؟ وتفضل وقت تفضل. مش ندخل البيرو خيرا؟ مو انا يلزمني نعرف عليك حاجات ما بين جاي زميلي يكمل معاك في بيرو في بيرونا. تفضل تفضل. قول لي اول مره تجي تعدي عندنا سي حسن حسني؟ باركيس بوي. صباح الخير مدموزيل دالندا. مدموزيل دالندا من وقتيش؟ قل لي يا اخي شبيه الدكتور قلت له ما جاي؟ صار مش هذا الطبيبة؟ شكون طبيب هذا؟ ليه؟ هذا اسبوعي الفيرم لي زميلي. صحيتك. وا؟ ما قلت ليش اسبوعي؟ زعما الدكتور مازال باش يبدا؟ ني يزور لي. واش قطع سروالو؟ قطع سروالو؟ صباح الخير دكتور. صباح الخير. تفضل اول فيشه نتاع سي حسن حسني. بارك الله فيك. مع السلامة سي حسن حسني. تفضل 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 معايا البيرو. زعما تسمعني؟ شنو هو سامعك؟ هو عليا هو. أمي فضيلة يا أخت لوج على حاجة؟ ليه؟ علاش؟ ليه خاطر من بكري وأنا نشوف فيك تفركس من بلاصة لبلاصة، بيت النوم متاعي دخلتها يجي 3 مرات، ومخاد الصالة قلبتهم وشقلبتهم ما نعرفش قداش من مرة. قل لي راهو كان ضيعت حاجة، بالكش نجم نعاونك. ليه؟ نخمل في الدار كيف العادة. وأنت شبيك لهيا بيا سي عينا ندور وأنت ورايا؟ مو لاباس؟ تعس عليا ولا شنو هي حكايتك؟ أوف إش قام نعس عليك؟ هاني ماشي البوتيك متاعي وسامحني كان قلقتك. سميح قل لي سيدي، من وقتاش تبدلت ولات عنيفة معاك هكا؟ الجمعة بعد العرس تلواش دكتور روحت بعيني زرقة من الوتيل اللي عدينا فيه شهر العسل. لا عسل عسل. وانت عندك مدة وتاكل فستاكة وساكت؟ عمرك ما خمرت عليها عينيك هكا وحطيتها في بقعتها؟
حاولت يا دكتور، أما الغالب أقوى مني، تغلبني راهي تغلبني. أما فما مرة اتشجعت إيه؟ وقلت لها لو كان مازلت تحط يدك عليا إلا ما نشكي بيك. ولا تعرف إيش عملت لي؟ إيش عملت لك؟ عطاتك بونية؟ يا ريت. ما اللي عطاتك دماغ؟ يا ريت يا دكتور يا ريت. حصرتني في الدار 3 أيام بلا ماكلة ولا شراب. شنو؟ وما سيبتني إلا ما حلفت لها باش ما عادش نهددها بالحاكم. هذا ممنوع، هذا هذا ممنوع سيدي، هذا بريز دوتاج يتسمع. ومن وقتاش عندكم معرسين في هالهناء والسعادة هذه؟ هو محسوب 5 سنين. 5 سنين؟ سامحني إن شاء الله خير. يدور لي يدور لي. ألو وي دالاند، أمي جاي تعمل. أمي هوني بي، قول لا تدخل. شو نعمل؟ سامحني. سامحني. ها أمي مو لاباس؟ سامحوني. شوف انفضت الديفو في الدار، قلبتها ريحتها ما ثماش. هذاك اللي كنت خايف منه أنا. زعما وين مشيت؟ عجب تكونش ضيعتها هوني في البيرو. في البيرو؟ تعرف كيفاش؟ اخدم على روحك توينا نفركسها. يامي يامي ليه عايشك؟ ليه عايشك؟ راتو نفركسها هنا. قاعد نخدم توا، قاعد نخدم. في لمان أمي؟ في لمان. في اش قولك في ولدي؟ طبيب وعليه الكلام، لو كان دور البلاد كلها ما تلقاش كيف. يكمل عليك يا حاجة. يعيشك يعيشك. أي أمي توا في لمان ويظل لي ما عادش بكري على فطورك. قل لي قبل ما راكب الفطور شاهي شي حاجة نطيبها لك. أنا شبتي. شوف شوف مع أسبوعي. حقها وي يا أخي، شبيه أسبوعي خايف منك يرعش. إيش عمل؟ شي يا أمي شي تو نحكيه من بعد، من بعد نحكيه. هيا في لمان أمي. في لمان في لمان. سامحني ولدي إذا عطلت. اسمح يا حاجة اسمح. الوالدة باهي يالا، الريحة اللي شميتها موش اللي حقاس ريحة دمدان يفسلنا بسلحنا البيوت المددية. أنا عندي سينيزيت ومرتي مبلية بالروماتيز. ربي يشفيك ويشفيها، يبارك فيك، خليني مش نخدم على روحي. يزيني الوقت اللي ضيعته معاك أخويا. باهي باهي يالا شنات، توا نفهم أنا حقي ما نسلمشي. ما تعرف ليش؟ ما تعرف ليش شكون نعرف أنا؟ صباح الخير اختي جميل. صباح الخير. باقي عابدك؟ يا خيتي من رجلي الكبيده نتاعي. ما تسمعش كلام واش عندك فيه. قل لي اختي جميل، ما نجمش ندخل حذيك دقيقه، حاجتي بك في قضايا. لا لا ماهيش الا فضيله. تفضل تفضل تفضل. هاي تفضل سي حسن حسني. مالكي ما وصيتك؟ ها وريض اللعب قد ما تقدر وكون عش وما عاد نجم عجايب قدره ربي. هاي كان لقيت سبب باش نتلفها يا دكتور. سايرة سايرة. بارك الله فيك. في الأمان. في الأمان. والله يتمسي كلهم. هي وصاتك من ما تخرج. وما وصاتكش باش تشد لسانك قدام الناس؟ دايرة ما قالتليش عليها. ربي يا دكتور سامح وربي وسع بالك. يا مي اش عملت لك يا مي هكا؟ يا مي اش عملت لك هكايا يا مي؟ ها؟ سيدي خويا ويني؟ خوصة تاع العرس نتاعك. خوصة؟ أما خو 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 خوصتي ها في البيرو. خوصتي كلاني صبعي يا أخي نحيتها وتو رجعها من بعد شوية. وأنت علاه تسأل؟ لا أنا قلت تطلعش كيما برشا رجالك اللي كيجيو خارجين من الدار ينحيوا الخوصة زعما عزاب. سيدي خويا ننصحك ترجعها والله والله بالحق. تشرق بيك أختي زينب. بالله ما لا ما شنو؟ لا ما شيء. إيش بيك؟ لما تكبلك صعدك. تي عليه امي يخليني نعمل لك قهيوه. ليه ليه وراس بنتي مانيش باعتي، يلزمني نركب الفطور. اختي جنات جيتك باش تشوف لي. تشوف لك شن؟ نشوف لك. اسمع سليمان ولدي ضيع خوصة العرس نتاعو، قلبت عليها الدار وفركست وما لقيتهاش. قلت تشوف لي انت بمعرفتك نجموش نلقاوها قبل ما تفيق زينوبه وتشوم له النهار. كسبة لا فضيلة، أنا في بالي بيك ما تقولش بيهم هالحكايات. هو في الحقيقة ما نقولش بيهم، أما كي الناس الكل وقت اللي تضيق بيهم الدنيا يشدوا حتى في قش. يهيا عدنانة ورينا شتنجم تعمل.
ان شاء الله ما تحشمنيش قدام امي، راهي جيتها عزيزه. بيه قص لا فضيله. قصينا. عقدني لا فضيله. عقدني سامي. بسم الله لا فضيله. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا ورقه تحب نبداي ولا فضيله؟ اختي جنات كمل قولي شوف وحدك. هكا حتى عقد النية باقي شوكتك واقفة. وي دكتور لاباسة؟ منين لاباس دلندا منين؟ هاو على الصباح هبطت عليا مصيبة. بسم الله منين هبطت؟ ماني ضيعت لاليونس نتاعي. هذيك علاش؟ وين نقول من الصباح شبيك ماكش قد بعضك؟ ها؟ شو؟ لهالدرجة ظهر عليها؟ ليه مش ظهر عليك، أما أنا وليت نحس بيك من خسرتك. إيش بيها خسرتي؟ معنيها وليت نعرفك مليح. أسمع دكتور تهنى تنقى وحرف. إن شاء الله إن شاء الله على يديك نحجو زي البلو كان ما ترقاش لانيونس في صبعي لما الدنيا تقومها وتقعدها، وأنا مليش نقص هالأيامات. بيه بربي رايد روحك دكتور، والله العظيم حكايه فارغه تيخي وبرا راحت لليونس الدنيا بشتوفه. هيا انت تقول حكايه فارغه، ما تعرفش زينب كما نعرفها انا، اعطيها فاش تكبش برك. بيه تعرفش كيفاش الليله يلزمك ما بيتش في الدار؟ لا لا تبيت في الدار، اما بلا ليونس. منين باش نجيبها لليونس دلندا؟ منين هاي ضايعه يا اخي؟ انا قلت لك بالاليونس نتاعك. اسمعني بلك دي دكتور. وي بعد الفطور عطاو نخطف روحي ونمشي ناخذ لك واحده اخرى، هكاك تربح انت الوقت باش تلقى لليونس نتاعك، ومن بعد اذا كنت تحب نجم نرجعوا لليونس الثانيه باش ما تخسرش برشا فلوس. فريمون خمسه وخميس عليك. وهكاك انا ما تقعد لي كان خسرت الفطور. وتعرفش كيفاش عطاو مالا نجيب كسكروت ناكلوا في البيرو، قال شنو عندي برشا خدمه مثلا. ولا هي جاتني فكره مخير، باش انا نفطر مرتاح في داري عطاو نمشي للباجي نسلف من عنده لاليونس نتاعو، مادام انت جبت لي لاليونس دو سكور. حلوه ولا لاليونس دو سكور. انت يا انت افكارك احلى. مالا تفهمنا؟ ها فهمنا. اي برا مالا وما تبتعش عايش. حاضر سيرتو سيرتو ما نوصيكش كلمه لي الاسبوعي. تري تري بيان. حسيرو وحدها زايد معاها مثبتة اللي الخوصة ما خرجتش من الدار. اي مثبتة، ونزيد نقولك غايبة شبرين على العين، محصورة ما بين تصويرتين، واللي باش يلقاها قلب حنين. اشكون حن على ولدي من قلب امه؟ معناتها انا باش نلقاها. شنو بنانا تزيد تقرب لها شويه خلي تلقاها فيسع الخوصه. لا 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 هذاك حدي، الباقي بناتي في علم الغيب. المفيد نلقاها هنا قبل ما تفطن زينوب. يا سيماي كيفاش نسلفك الخوصه بتاعي كيفاش؟ يا بيجي يا بيجي يا بيجي عايش خويا راني مخسور عايشك. تصور زينب تراني بلاش اليونس لما الدنيا تتقلب، وين سبو يوصلك انت الطشطه؟ انا نعرف الجيران تتسلف راس بصل كاس نتاع زيت مش خوصه نتاع عرس. يا باشا رانا صحاب راو، انا باش سلفها من عندك الوقت الفطور وبعد رجع حالك راك تستحقني راو. يا سيدي كيف ضيع حالي كيما ضيعت الاليونس نتاعك؟ كعرف انا نقول له باش نسلفها من عندك وقت الفطور ورجع حالك ويقول لي 7 من 16. شنو نقعد سنه سيادتك انت حتى تكمل فطورك؟ لا يا خويا ما يساعدنيش. هكا باجي هكا باجي انا الكلي نحاول فيك من قبيله. باهي انت نعرفك اللي يغلب كي يجي حسبني شد هاني باش نخطف روحي نجيب طرف البن وصلتني عليه المراه، نحب كي نرجع نلقاك كملت فطورك والخوصه بتاعي تستنى، فهمت؟ شو باش نقول لك يا باجي؟ يكثر خيرك يكثر خيرك. سي وجات قدي شوف ميرسي باجي عايشك. استنى ساعه وي تمشيش تجبد بيا حتى انا زادك يجي مروح لداري يلزم خوصتي في صبعي خاطر مرتي كانت راني تخنقني. نعرف 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 تهنى خويا باجي تهنى ميرسي. اسبوعي أنا خارجه تسكر انت الصاله شو مش الدكتور؟ ليه
واصله بقضيه في ساعه وراجعه. اتو نجيب معايا كسكروت. باه ما انا ما طبطاش عاد. باه. اسبوعي يا اخي وليد تحزر عليا. نحزر ولا لا؟ انت انا كي تغيب برشا توحشك. بالحق. بون مالا نخليكم وحدكم راس راس. هاي سي سبوعي هاول سيرك تطلق ولات عندك اللوخه والبرتان. جمع عجوز يا اخي باش تقولي لي مشكيكه كيما مرت خويا. ما تقوليش فيقت اللي هو ريح الخوصه نتاع عرسها. هذاك علاش هو داخل بعضه من الصباح؟ صار هو خايف من اختي زينب. ريت ما ورجال بتاع توا ريت احمد ربي اللي انت تريح بواحد كيفي انا فهمت. وانت كان عطاك ربي وريحت الخوصه بعد العرس شكون تعمل؟ اولا انا بعد العرس اول حاجه نعملها نحي ريحه الخوصه خاطر الثقه مش مربوطه بجرد حلقه تتحط في صبعه. وثانيا باش تنحي الخوصه بعد العرس ومازال فيها ثانيا ملا جرب روحك نحي جردك الحلقه لما نرجعك لياماتك الاولى بتاع العزوبيه. شنو زينب؟ يا اخي ما فماش كويستي؟ هاي كمي فضيله تحضر فيه. بون خلي واحد يهضم هالكسكسي القمقوم. تعرف امي وحدها في العالم في الكسكسي بالعلوش. كيما يقولوها كسكس له يرجع لاصلو. اش بيك تهبها بنتي؟ اليوم الحمد لله انا درستها قد زوز. عليها تعرف في رجيم خويا خاطر في العاده تاكل قد اربعه من الناس. تو هكا صح عليك سليمان صح عليك. انا ما زلت بيك انا يا سي اسبوعي برا شوف الباب. خليني خويا قاعد انا درست قد قد ما نجمش نتحرك. ساعه انا ظهرت لي كاينها تنقيس تعزه. قوم انا كي قدر علي يا ربي. بيزي مو لاباس. وي لاباس خوك انا. اي يقعد بزع في الصاله. بزل كي ترزع قد قد بالفطور ويستنى في كويس تي. بالله بالله قاعد يهضم في راحته وانا الشر باش ينقب لي معدي حتى البن اللي شلته لاولادي مازلت ما وصلتوش. نستنى في سي سليمان حتى يكمل فطوره. قول لي باش تحب نقول له تو؟ قول له قال لك الباجي يجيب لي الخاتم نتاعي. خاتم؟ اي هو يعرف من بعد كي نرجع تو نعاود نسلفه له. ازرق لي روحك شويه راهو المعلق وصلت للخالق. اسمع اسمعي قولها له من غير ما تشلق. اوكي. سيدي خويا الباجي حشته بيك. الباجي؟ واش حاب عندي الباجي؟ بربي فاش حاجته بيك الباجي؟ وانا وين نعرف زينب؟ بالله وين نعرف؟ لا لا اختي زينب حاجته بصبع بركه. شنو؟ وفيتي من الضمير نتاعك؟ ودي شو تدخلني بيناتكم؟ ما قوم شوفوا. هاني قيم له، هاني قيم له. تشبيك؟ تشبيك هكا مزروب يا باجي؟ مش قلت لك بعد الفطور رجعت لليونس تاعك؟ اي بعد الفطور مش بعد فطوري انا خاطر انا توا باش نموت بالشر يزيد نروح نفطر فوالا هكا توا ظهر لك باش تفطر. يخليني نخرى نكمل كويس تاي منعنع ومن بعد توا نرجع لك هالرونديله اللي عامل عليها شواء. بالله يا سليمان الخاتم تاعي ولا جرد رونديله؟ باهي اطلع بالصفا هيا هات انا واقعد انت يا سيدي اعمل كاس تاي منعنع مع المذهب اطلع هيا هات. تري تري بيان انا نطيح في قدري معاك انا. اش حاجته عندك الباجي؟ لا 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 حتى شيء قال لي باش نعمل له مطلب للبلديه ولا شنو هو. بون زينب انا يلزمني نمشي للبيرويا فيسع فيسع خاطر عندي رابور يلزمني نقدو تاع مريض وجاي العشيه باش يهزو داكور. ربي معاك سيدي خويا عاد. يا اخي شبيه سليمان خرج قبل ما يشرب كاس تي؟
ساعة طيبته نقص السكر على خاطر. مش مشكلة أمي فضيلة، صب له كيس تو نخلطه له أنا للبيرو. مانيش قلبي ترجع تخدم من غير ما تعمل كيستي نتاعك. يعيشك زين، يعيشك مسي. يشرب بعد ما دام سخون. بسم الله. حيد. شبي صبعك؟ لا لا حتى شيء حتى شيء، حكايه فارغه. انا جيت باش نمد الكلبان نتاعي من القجر. سرحت شويه هكا يا اخي تسكر على صبعي. الكلبان؟ لا القجر عزيزتي. يا اخي صبعي تقرض. نعملوا عليه شوية الكول وكمبريس مش خيرة. ترى نشوف. لا 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 تحكيها فارغة، تي قرضة ما لها معنى. تو ما تجي العشية لما يبرى ويولي طنطا. بي نخليك تخدم مال. يعيشك زينب. مرسي عتاية. يا دلندة يا دلندة. أمي فضيلة ما شفتش باكل فاسمات سليمان قرض صبعه في القجر نتاع البيرو. حيت على ولدي أو كيف قجركم يدينوا في بيتي. برافو عليك يا دلندا، برافو عليك فريمون. تقولش عليها الخوصة بتاعي أنا بالضبط. ملا قوة ملاحظة عندك وزيد ما بطيتش. ها ماني ذبلت عينيا للسيغي وقلت له عايش خويا راني مزروبة يا أخي حضري لي فيسع فيسع. نعرفك راوكي تذبل عينيك. تعرف ساعات تذبيل عين تقضي اكثر من الاكتاف والمعارف والقهاوي زاده. تراقيسترا وي وي توت سويت. اها يا دلندا يظل صغيره. ليه انا خذيتها لك صغيره بالعاني. ما تنسيش اللي الخوصه القديمه نتاعك صغرت عليك. إيه إيه حقا إيفكتيفمون وهذاك عليها عملت لي الحكاك ساعة ساعة أنا النحية باش نفرهد صبحي. تسمح نعاونك دكتورة؟ إيه عاوني عاوني. أهلا زين. ما تقوليش قاعدين تعملوا في بروفا. بروفا؟ أما بروفا؟ أما بروفا؟ سي سليمان أخلط عليا للدار، عندي ما نحكي معاك. يا زينب يا زينب. زينب يا زينب زينب. شبيكم مش ثمة؟ زينب يا بنتي ماهوش معقول راهو الشيء اللي تعمل فيه هذايا ما يخرجش علينا. بربي نشدك مع الكيت ما تلبسك في خاتم وتحبني كت في داي ونقعد نتفرج. يا ولدي صليوا عن بي شبيكم بسم الله العظيم. يا بنتي يا بنتي وفيتش من الشكوك والفضايح نتاعك. لو كان افكتيفمون انا جيت عامل حاجه هكا ولا هكا نخلي الباب محلول بس ياتك تهد عليا وتتهمني بحكايات فارغه. بربي يا جماعه قولوا لي ها بالك شي انا مهبوله ندخل نلقى ليلى دلندا تلبس فيه في خاتم. اشو معناها ها اشو معناها؟ يا اما قاعدين يبرفوا على عرس والا انا عايشه في بلاد النيه والاخويه. يا امي شيء ما منها الحكايه حكايه فارغه. ماهاش تلبس فيا في الخاطر قاعده تعاون فيا على تلبيسه على خاطر المده هذيا حسيت كيف اللي سواب يتنفخوا شويه وكاو هكا. الحاج موسى مش موسى الحاج والخاتم بابا اش مخرجوا من صبعك؟ يا بنتي انا بعثت الدلندا قالت لي انا نعرف سايغي باش تهز تنظفوا وتلمعوا هكا هاو. تلمعوا؟ هاي فاش قام تلمع فيه؟ هاو هاو شو شو تقولش عليه جديد ولا؟
كل ساعة. أنت يا أخي عمرك ما لمعت خاتم عسنا؟ سي سي لمعت وما عندي مديدة. مالا أنا نعلمك يا اللي أنا على قليلة على قليلة مرة في العام نهزوا للصيغي نلمعوا وننظفوا. مالا شو سيكوثيرابيوت كامل ولا اليونس نتاعو بلح؟ سيدي خويا مقوي بالبرطان. يا ربي شو شفتيه؟ سيدي خويا خوستك. خوستي؟ لا هاي انا خوستي هاي. في ليش يا خويا ولا خوستك هاي؟ يا عجبك شي ها جنات عندها الحق. ترى وريني. يا والله خوستك بالحق. تي هاو التاريخ ولا سامي؟ مين الخوصه اللي لابسها متاع شكون؟ يقولها الحقيقه وقص الصداق. اش عنده باش يقول لي زاده؟ يا بنتي مشى في بالي مشى في بالي لي انا ضيعت خوصتي وليت بعد لندا باش تشري لي خوصه جديده. فوالا اقعد. ساره ما تقوليش اللي انت عملت هذا الكل على خاطرك خايف مني. اي نعم يلا نخاف منك يجيش لبالك. يا محليك يا سلومه قديش تعجبني. بسيف يعجبها يا للا بسيف يا ناري على ولدي وانا يا ناري على اخويا. تعرف سلومه والله كان قلت لي على حقيقه من الاولى وراسك انت لن تغش عليك. بابا مي بيان سور خاطر الحوايج هذوما يقعوا يصيروا. انت شنو هي المشكله؟